مرحبا بكم في بريف مرشي، جولتنا أسبوعية في اللي مرشي داخل الولايات. كما العادة تونس الرقمية ترزقكم أسعار مختلفة المواد الاستهلاكية من لحوم وخضر وغلال وأسماك. نبدأ جولتنا بالدجاج اللي قاعد سعره مستقر على 11800 كأعلى سعر، وكان في ولاية القصرية، وأقل سوم كان في سيدي بوزيد ب 1500، وتراوحت بقية الأسعار بين 8800 و 10200. بالنسبة للسكالوب سعره ما تبدلش، لقيناه على 18800 في نابل، وفي مكان أقل سعر بقفصة ب 15200، وكان متقارب من ولاية إلى أخرى. ننتقل للحمل العلوش اللي دور شد استقرار، ويمشي نلقاها ب 42 دينار بنابل كأعلى سعر، أقل شوية ببيجا قفصة وصفاقس ب 40، وأقل سعر في مدنين ب 35 دينار. بالنسبة للخضرة لقينا الفلفل في عديد الولايات ب 2000 كأعلى سعر، وبدينار و 500 كأقل سعر بكل من القصرين، جابس، صفاقس، وسيدي بوزيد والقروة. أما الطماطم شهدت انخفاض سعرها، وجدناها بدينار و 600 في نابل، وأقل سوم كان في مارشي قروان ب 900 مليم، بقية الأسعار كانت متقاربة وتراوحت بين دينار ودينار و 500. بالنسبة للبصل كان بدينار و 500 بكل من مدنين القصرين وقفصة، وكان في حدود الدينار في بقية الولايات. بالنسبة للأسماك نختاروا منها الوراطة اللي كانت 19800 في القصرين كأغلى سعر، وتراوح سعرها بين 16000 و 18600 في بقية الولايات. نختموا جولتنا بالغلة، واخترنا منها الرومان، وإن كان ب 2300 بكل من قفصة نابل، وكان متقارب من ولاية إلى أخرى. كان هذا كل شيء في بريف مرشي، قدمكم وليد الزياني. تابعوا قناة أخبارنا على موقعنا tunisienamerique.com، لايك وبارتاج باش توصل أكثر أخبار. باي باي.